المدرسه محمد السادس. ان شاء الله عندنا الامل ان شاء الله المنتخب ديالنا غادي يغلب ان شاء الله بشي جوج ان شاء الله لزيرو. نتمنى الامل ان شاء الله باش ينجحوا المغاربه ان شاء الله. واخا الغياب ديال بوفال ان شاء الله غادي تكون مقابله مزيانه وتنتمنوا المغرب يفوز. احنا متفائلين ان شاء الله الرحمن الرحيم، واخا كنشوفوا الخصم ديالنا هو من العيار الثقيل وعنده تجربه كبيره في الصعيد القاري، وكنتذكروا الاقصاء اللي تم في سنه 98 النجم ديالو الهدف اللي عمرني ننساه ديال النجم ماكارتي. ومع ذلك احنا الحمد لله كنمتلكوا من اقوى المنتخبات عالميه ماشي قاريه الصعيد الافريقي، وان شاء الله مع الغياب دبوفال ما ياثرش على المجموعه الوطنيه وغننتصروا ان شاء الله بحصه عريضه ان شاء الله الرحمن الرحيم. بواحد جوج بارك عليهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله يعني غادي نعيشوا واحد المقابله اللي هي يعني مصيريه بالنسبه لنا. احنا عندنا الثقه الكامله في المنتخب ديالنا رغم بعض الاسماء اللي ما عادش تلعبش اليوم، ولكن احنا عندنا الثقه في الفريق ديالنا كامل اليوم ولله الحمد. يعني غادي نفرحوا واحد الفرحه كبيره، يعني الشعب المغربي كامل غادي يفرح، ورغم يعني الخصم ديالنا واحد الفريق اللي هو سبق له في واحد المقابله حبيه اللي كانتصر علينا، ولكن اليوم ان شاء الله هذه المقابله اللي عندكم رسميه معاه يعني كنتمنوا ان شاء الله باش تكون النتيجه الصالحه للمنتخب المغربي يعني باش نفرحوا. ان شاء الله كما دائما حاجه المغاربه يعني كنطلبوها كبيره، هي نقدروا بجوج نزيرو ان شاء الله، غادي نخرجوا منتصرين، ومن هنا غادي تكون يعني البوادر ديال الكاس ان شاء الله تكون يعني من نصيب المغاربه المنتخب المغربي. عليكم ان شاء الله الفريق ديالنا ان شاء الله يربح، الفوز ان شاء الله واخا بوفال ما كاينش ان شاء الله الفوز 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 ان شاء الله. شنو كتوقع ان شاء الله؟ بغيت نعطيهم 4 ان شاء الله زيرو. 4 زيرو. ما كرهناش. واخا مقابلة صعبة. واخا مقابلة صعبة، إن شاء الله عندنا ثقة في الفريق ديالنا. كنتمنى المنتخب الوطني إن شاء الله يكون في القوى البدنية والعقلية، ونتمنى إن شاء الله لحقاش هذا ماتش، هذا كيبو اللي غنلعبوا معاهم، ديجا حنا لعبنا معاهم مع جنوب إفريقيا واعرين، يعني خصنا نتاخذوا الحذر مزيان مزيان مزيان، والغياب ديال بوفاول راه خاصو ضروري لابد ما يلعبوا لنا، حيت هذاك الجوكر ديال المنتخب صراحه. علاش؟ حيت كيحمق اللعيبيه بالتاكتيك، حيت حنايا عواز كاملين افريقيا اللي باش نغلبوهم بالتاكتيك ماشي بالصحه، حيت هما صحاحين علينا وقويين علينا، يعني عندهم اللياقه البدنيه. ولهذا كنتمنى المنتخب الوطني ان شاء الله يكون ان شاء الله يغلب واحد جوج في الفينال ونكونوا بخير ويكمل الفرحه للمغاربه كاملين. اليوم ان شاء الله يا ربي غالبين كاس، حنا نديوه واخا الغياب دبوفال، حنا اللي غنديو ديك الكاس، الكاس ديالنا ان شاء الله يا ربي. حنا نتعاملوا معاهم شي ثلاثه والساده ثاني داف، واخا فحال فحال، واخا الماتش واخا الماتش غيكون صعيب، حنا اللي غنديوه ان شاء الله. الكاس ديالنا الكاس ديالنا الكاس ديالنا ان شاء الله. باسكو مباراه صعيبه اليوم في غياب ديال بوفال، وان شاء الله كنتمناو 2-0 ان شاء الله يا ربي. يا الصراحه ما تكونش مباراه سهله، مباراه صعيبه لحقاش ديجا كانوا المباراه حبيه بعضياتنا وخرجنا 2-1، وان شاء الله عندنا الثقه كامله في المنتخب ديالنا وحنا موراه ان شاء الله مهما كانت النتيجه. ان شاء الله المقابله في واحد المرتبه عاليه اليوم، ان شاء الله يا ربي ما يكون على خير، المنتخب يغلب اما بواحد زيرو ولا 2-0 ان شاء الله يا ربي، ما احنا واحترامات للجماهير كامله، وان شاء الله يا ربي ما يكون على خير ان شاء الله، ودعوا مع المغاربه كاملين، المغاربه كاملين كيدعوا مع المنتخب ان شاء الله ما يكون على خير ان شاء الله. اليوم المنتخب ان شاء الله يغلب 1-0، وخا بغياب بوفال والاصابه ديالو راه ان شاء الله راه غالبين ان شاء الله. وجوز زيرو ان شاء الله، جوز زيرو. شكرا. حنا كسيكينا ستانزا كنتمناو الفوز اليوم من المنتخب المغربي الوطني بالرغم من الغياب ديال سفيان بوفال وحكيم زياش، ان شاء الله عندنا اللي غادي يعوضوهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنا نتفائلوا بالخير وكما فرحنا مع فريق ديال كوت ديفوار كنتمنى الله ان شاء الله يفرحوا معنا اليوم ويكون واحد الفوز، ندو هذا الفوز هذا نصيفه يعني العرب كاملين، يعني حنا ما كنحقدوا لا حتى شي واحد، واللي حاقد يعني هادو كيبقاو واحد المجموعه مع بعضيتهم، حنا يا خوت مع بعضيتنا. بلا صعبه وكنظن غادي نخسروا 2-0 بسبب الرطوبه ودرجه الحراره المرتفعه. كنتمناو شوف ان شاء الله ان شاء الله اجي نربحوا 2-1 ان شاء الله. ان شاء الله قلوبنا اليوم مع المغاربه رغم اصابه ديال بوفال، ان شاء الله غادي نربحوا 2-0.
وكنطمحوا ان شاء الله نوصلوا للنهائي ونربحوا بهذا الكاس افريقيا ونحققوا جوج ديال الكيسان ان شاء الله ويكون غير الخير. ماشي صعيب كما قال المدرب ديالنا الركراكي، قال بانه كنحترموا الفريق ديال جنوب افريقيا ولكن ما يمكنناش حنا نهابوا منهم، ما عندناش الهيبه من ذاك الفريق. يعني المغرب راه وصل الرابع عالميا في كاس العالم، رغم ذلك استطاعت فرنسا تغلب علينا ولكن عندنا الامل ان شاء الله غادي نربحوا وغادي نجيبوا الكاس. تحيه من طنجه. هو الماتش غادي يكون شويه صعيب لان جنوب افريقيا تنعرفوه شويه تكتيكي وداك الشيء، ولكن حنا عندنا ثقه في ولاد الفريق ديالنا، ورغم ان الغياب ديال بوفان وديال زياش عندنا دراري مزيانين واحد اخرين غيعوضوه ان شاء الله، وغادي نكونوا في المستوى وغادي نحققوا النصر ان شاء الله وغنديو الكاس ان شاء الله.